لك احد ولا كلمه. طمنيني كيفك انت وهالشباب على السكايب؟ مش منيحه. ليه؟ لكي في شي غلط. انا اكيد انه في شي غلط. لا ما معقول. قولوا يا عمي شو مشكلتي؟ ليه ما عم ينعجبوا فيي؟ يا عمي انت ما عندك ولا مشكله، بس بتكون انه مش عم بتساقي. ما تقولي لي مش عم تساقي بلا تسكتيني يا اختي. عم زبط شعري وعم زبط ميك ابي ووجهي مثل القمر. طب ليه هيك عم ما لي حظ؟ انا ما لي حظ خلص. يا حبيبتي انت كثير حلوه، وخلي ثقتك بحالك عالي. ولو خلص نسي لي هالسكايب والانترنت، سكري لي هاللابتوب وقومي لنروح نكسدي. ولك ايه دخلي الله يلعن اللابتوب وسيارته.